وإلى إغلاقات المؤشرات الكويتية مشاهدينا، اليوم لاحظنا الضعف منذ بداية الجلسة، تراجعات كانت قوية على الأسهم القيادية، ولكن نشهد التقليص في هذه الخسائر في آخر دقائق من التداولات تقريبا. وكويت 15 يعود إلى يعني تراجعات فقط بحوالي 20 نقطة مئوية بعد أن خسر أكثر من 1% بضغط بنزين وأمريكانا وبعض الأسهم القيادية. أما بالنسبة للمؤشر السعري هذه المرة مرتفع على عكس ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية. على كل، نحن أيضا في انتظار البيانات هذه المرة من بريطانيا، سنعود معها بعد قليل.